هاي بنات، راح جاي لكم موضوع كلنا بنعاني فيه بس كلنا متفاهمين عارفين ان في ظل الاحداث اللي بتحصل محدش عارف يبقى مبسوط. هبتدي دلوقتي. هلو، بعمل يوجا للسلام، اي بي سي يوجا، يعني مش متطلبين خالص يكون عندكم فيتنس. بنات تخيلوا الهدف او الحلم اللي انتم نفسكم تحققوه. هاي بنات، حلقة جديدة، والنهاردة انا بصراحة جاية لكم موضوع كلنا بنعاني فيه من وقت للتاني. في فترة كده بنيجي بنبقى مترتبين، كل حاجة ماشية زي الحلاوة، سكينة في الحلاوة، كل حاجة ماشية تمام، بس بتيجي فترة كده بتحسي ان انتي ما عندكيش طاقة، كسلانة، مش عايزة حتى تقومي من على السرير، بتحسي ان انتي طاقتك مستنزفة مع الاحداث والظروف اللي احنا بنشوفها الايام دي. طول الليل عندنا كوابيس وبنحلم باحلام وحشه وبنصحى مودنا مش حلو. فجاي اتكلم في فيديو النهارده ازاي ان احنا نحاول نعمل اللي نقدر عليه على قد ما نقدر من غير ما نضغط على نفسنا ونحسس نفسنا بالذنب طول الوقت. جلد الذات والاحساس بالذنب وان احنا حاسين طول الوقت ان احنا مش كويسين دي حاجه طبيعيه، بس على المدى البعيد دي بتأثر على هرمونات الجسم وبالتالي بتأثر على بقية الأعضاء بتاعة الجسم، فممكن للأسف تسبب أمراض على المدى الطويل. فاحنا بنحاول اللي احنا نتقبل الجزئية دي من حياتنا لأنها سيركل، يعني جزء من دايرة الحياة، ان احنا هنيجي فترة هنحس بالمشاعر دي كلها سواء سلبية او نحس ان احنا مش قادرين نعمل اي حاجة، مقيدين، مش قادرين نعيش البرفكت لايف ان احنا دايما بنتخيلها او بنسعى اليها. انا الاسبوع ده حرفيا يعني مع الاحداث اللي بتحصل وكنت تعبت شوية، جالي زي ما اعرفش كانت حاجة ممكن وجعت لي بطني، فقعدت يومين تعبانة في السرير. فانا لما بطلع من الروتين بتاعي حرفيا يعني بحس ان انا مش مستريحة. انا طول ما انا في الروتين بتاعي بحس ان الدنيا كده بيس، الدنيا كده حلوة جميلة، احساس حلو جدا ان انا كل يوم اعمل اتشيك على التاسكس اللي انا مفروض اعملها لكل يوم. طيب نعمل ايه لو احنا حاسين ان احنا مش في المود ان احنا نعمل الروتين اليومي اللي احنا متعودين عليه واللي احنا اتكلمنا عليه كذا مرة في الحلقات اللي فاتت؟ اول حاجة بعملها ان انا بغير الوقت، يعني الحاجة اللي انا بعملها الصبح بحاول اعملها بالليل، والحاجة اللي انا بعملها بالليل بعملها الصبح، والحاجة اللي بتتعمل في الظهر ممكن اعملها العصر، واللي في العصر بعملها وقت الظهر، فهتحسي ان في تغيير. تاني حاجة ان انا يعني بدي لنفسي وقت اكتر في عمل الحاجة عن الطبيعي، يعني انا مفروض النهاردة الصبح اصحى اعمل يوجا، لغاية دلوقتي ما عملتش يوجا، كان مفروض ان انا العب يوجا بعد كده اعمل اصور الفيديو، حسيت ان انا لا محتاجة اصور الفيديو قبل ما انا اعمل اليوجا، وممكن اصور لكم يعني مقتطفات كده لان كمان عندي كلاس بعد تلت ساعة اونلاين يوجا، بدرس يوجا اونلاين للبنات. وبصراحة يعني اليوجا دي من الحاجات اللي يعني دخلت في حياتي وعمري ما هخرجها، لان هي كأن كده كأنه علاج طبيعي نفسي، هو الدكتور النفسي بتاعك اللي ماشي معاك مدى الحياة. وميزة اليوجا ان انت مش محتاجة زي الجيم محتاجة اكوينمنت كتير، لا هي اليوجا مات او اي حاجة تفرشيها على الارض بس ما تزحلقكيش وخلاص، هي دي اللي انت محتاجاها، اي حاجه فرشيها على الارض وابداي اعملي الاسترتشات بتاعه اليوجا، بتحسي بعدها دايما بطاقه وحيويه اكتر ما كنتي قبل ما بتلعبي اليوجا، خاصه لما الجسم لما بيبقى تعبان او حاسس بالطاقه السلبيه، حلو ان انت تحركي جسمك بحركات تطلع الطاقه دي سواء من المفاصل، سواء من تمارين التنفس، سواء من عضلاتك، من مخك، من اي حاجه. كمان ان اليوجا بتخليكي تحسي بالسلام الداخلي او تتواصلي مع نفسك الداخليه، فدي حاجه حلوه قوي ان انتوا تمارسوا اليوجا وتحسوا بالسلام اللي اليوجا بتديها لكم.
الايام دي انا حياتي حرفيا الاسبوع ده مش الايام دي، عشان برضو الكلام اللي احنا بنوجهه لنفسنا مهم، ما نوجهش لنفسنا اي كلام ان انا 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 فاشله طول الوقت. لا، ممكن في اوقات كده بتحسي بالفشل، انا الشهر ده او الفتره دي ما عملتش اي حاجه في حياتي مفيده. ما تقوليش الفتره، اليوم او اليومين حددي عشان ما نضيعش تعب اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت، او ما نحسش ان احنا فعلا، لان الكلمه بتاثر بس احنا مش فاكرين احنا عملنا ايه بقيه الشهر. ممكن من اول شهر عملنا انجازات كبيره جدا، بس هو اخر يومين في الشهر ولا في نص الشهر بتحس ان انت اوكي تيك ات ايزي يا عزيزي زي ما بيقولوا، حاسه ان انت محتاجه ان انت النهارده تقعدي في السرير فتره اطول، اقعدي جيبي كتاب لذيذ، جيبي المشروب بتاعك المفضل اقعدي. يعني على فكره دي من الحاجات اللي بتحسوها علاج للنفس طبيعي، ملاش نضغط على نفسنا اكتر اكتر اكتر، نوصل لحاله الانهيار، نحس ان احنا انهارنا وبعد كده نقول احنا عايزين دكتور يكشف علينا عشان احنا تعبانين، لان التعب النفسي ممكن يقلب بتعب جسدي. فانا الفتره دي زي ما قلت لكم حصل لي تعب جسدي ومع التعب النفسي الاثنين مع بعض، حسيت باحباط شديد جدا. فانا جاي اقول لكم النهارده انا بعمل ايه عشان اطلع من الحاله دي. ف زي ما قلت لكم اول حاجه باخد تيكت ايزي، تاني حاجه بغير المواعيد، الحاجات اللي بعملها الصبح بعملها في اوقات مختلفه، الحاجات اللي هي مش ارجنت ما بعملهاش، بعمل حاجات الضروريه 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 جدا، والحاجات اللي بحس ان هي خلاص مش قوي سكيب نعملها الاسبوع الجاي مش مشكله، عشان ما اضغطش على نفسي. يعني بدل ما اكون كاتبه على نفسي 10 تاسكات 2 3 هنكمل دردشه، هقوم اعمل اليوجا دلوقتي عشان حسيت ان انا خلاص محتاجه اعمل يوجا، وكمان الجو كان ساقع شويه النهارده فلبست اللبس بتاع الشميز بتاع ادي عشان احس ان انا دافية. انتوا عارفين يا جماعه ان انا مش فاشونيستا ولا مهتميه بالفاشون، فبطلع لكم كده يعني باشيائي عادي ما عنديش مشكله، فتقبلوني بشعري الملموم وشي اللي لسه صاحي من النوم. الساعه دلوقتي كام؟ 8:30 و5، فهقوم دلوقتي اشرب حاجه كده دافيه عشان ابتدي كلاس اليوجا بتاعي مع البنات الحلوين اللي بدربهم، ونكمل دردشه بعد اليوجا. ادي عمل كوفي الصبح عشان هو دلوقتي عنده سيشن اونلاين، فانا شربت الماتشا بتاعتي. انا بقالي تقريبا ساعه ونص صاحيه بس قاعده كده بكتب بطلع كل اللي انا حاسه بيه. ايه رايكم في الشميز بتاع ادي لايق عليا؟ محتليه. فاشرب قهوه اي حاجه كده عشان احس ان انا يعني تشير اب كده، احط نفسي في المود عشان البنات اللي انا هديهم كلاس دلوقتي ما لهمش ذنب بصراحه ان هم يشوفوا وشي بالشكل ده، بس كلنا متفاهمين عارفين ان في ظل الاحداث اللي بتحصل محدش عارف يبقى مبسوط، بس بنحاول يعني. وبرده ما تخلوش يعني، انا بتفادى اشوف فيديوهات، انا بتابع بس بحاول ان انا ما اشوفش فيديوهات، ودي حاجه من الحاجات برده اللي بتاخدكم في الطاقه السلبيه او بتزود السلبيات عن احساس بالسلبيه عندكم. حلو ان احنا نتابع بس ما ندمرش نفسنا او حالتنا النفسيه. ممكن الناس تزعل مني من الكلام ده بس انا بصراحه انا انسانه حساسه جدا، ما اقدرش افتح فيديوهات واشوف الحاجات دي. طبيعي على السوشيال ميديا بنفتح بنشوف غصب عننا حاجات كتير جدا، بس ان انا افتح فيديوهات انا بتدمر نفسيا يا جماعه. انا يعني كفايه ان انا طول الاسبوع ده انا مش عارفه انام من الكوابيس. اللي نقدر نعمله بنعمله، اللي احنا نتبرع نبعت لهم فلوس، ندعي لهم، يعني مش في ايدينا حاجه تانية خالص نعملها لهم. فاهمه انا مش فاهمه الناس ساكته ليه؟ العرب فين الوحده؟ فين الوحده؟ مش عايزه انكد عليكم في الفيديو بس يلا هقعد كده كام دقيقه مع نفسي قبل ما ابتدي كلاس اليوجا، واحاول افرفش البنات شويه لان ده دوري ان انا احاول لو انتوا في مود وحش اطلعكم من المود الوحش، لان طبعا انا عندي من الخبره ومن القرايه ان انا ازاي اقدر اتحكم في الطاقه السلبيه لما
بتجيلي. فبحاول ان انا يعني اعمل الاستراتيجيات بتاعتي واعلمها للبنات التانية، زي ما النهارده جاي اتكلم في الفيديو النهارده عن الاستراتيجيات اللي انا بطبقها، او بلاش نكلك على الكلمه استراتيجيات، النقاط اللي انا بنفذها وبعملها عشان يعني ما احسش ان انا نفسيتي راحه تحت ومش عارفه تطلع تاني. مستنيه البنات يدخلوا الزوم. طبعا يا جماعه انا سايبه لينك على الانستجرام، تقدروا باخد عدد محدد من البنات ان انا ازاي اقدر يعني ادربهم يوجا اونلاين. بصراحه النتائج يعني انا مبسوطه بيها جدا. البنات حاسه بيقولوا لي يعني على مدار اليوم بنحس بطاقه وحيويه، بيتمشى اكتر، بدل ما نطلع ناخد الاسانسير بقينا ناخد السلالم، في طاقه طول اليوم، خاصه لما بتبداي يومك بشويه يوجا المفاصل بتاعت الجسم بتتمدد، والاوتار والعضلات كل حاجه كده بتتفرد في الجسم. بعد اليوجا بتحسي بطاقه كده حلوه قوي، فالطاقه دي بتكمل معاكي على مدار اليوم. هبتدي دلوقتي. هلو، هاي هاي جاهزين؟ يلا بدات. نسيت برضه اقول لكم يا جماعه ان كل يوم السبت الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، انا مش في مصر حاليا بس حاولت احط ميعاد يناسب جميع الناس، بعمل يوجا للسلام كل يوم السبت الساعه 6 مساء، بتبقى مجانا 40 دقيقه، بعلمكم فيها اي بي سي يوجا، يعني مش متطلبين خالص يكون عندكم فيتنس، مش متطلب خالص يكون عندكم اي لياقه، يعني عادي. احنا جايين نبتدي نعرفكم ايه هي تمارين التنفس، ايه هي الوضعيات بتاعه اليوجا، وازاي نعملها صح عشان نحمي نفسنا من الاصابه. ثالث حاجه في الاخر بنختمها بجلسه مديتيشن، وكمان بنتعرف على بعض وبنتكلم، وبيحصل في دردشه كده، كل واحد بيعبر عن رايه في حاجه معينه، فبنحس ان في كوميونتي نفس العقليه، لان دايما هتقابل ناس اللي شبهك في الحاجه اللي انت بتعمليها، فهتلاقي كل الناس اللي بتعمل يوجا فيهم كده كومن من منتاليتي، حاجات كده كومن في التفكير، كومن ثوتس، المنتاليتي بتبقى قريبه من بعض، فحلو قوي ان احنا نتجمع كده ونقعد نتكلم ونفضفض كده في اخر الجلسه، يعني اخر 5 دقايق كده بنقعد نتكلم، كل واحده بتتكلم عن نفسها شويه، فبنعمل ريليف لو في اي طاقه سلبيه. فانا عامله الجلسه دي كل يوم سبت الساعه 6 مساء بتوقيت مصر عشانكم، وحابه ان انا اساعد بنات على قد ما اقدر لو هم مش قادرين ماديا ان هم يتعلموا يوجا، فتقدروا تنضموا. اللينك ده ابعتوا لي على الانستجرام، هسيب لكم لينك الانستجرام بالديسكربشن بوكس واحط لكم برده على الشاشه، تقدروا تبعتوا لي على الانستجرام رساله وهبعت لكم لينك الزوم بتاع الجلسه الاسبوعيه المجانيه يوجا السلام مع شيماء. وانتم غامضين عينيكم يا بنات، تخيلوا الهدف او الحلم اللي انتم نفسكم تحققوه، بنسميه في اليوجا السانكالبا، يور ريزوليوشن، الريزوليوشن بتاع السنه. ان اوت، دايما في اول السنه كده بيكون عندنا ورقه حاطين عليها كل اهداف السنه. حاولي كده تشوفي الورقه دي بعينيكي في المخيله بتاعتك انت مغمضه عينيكي، بتشوفي انت حققتي كم هدف من الاهداف اللي انت كاتباهم على الورقه دي.
يا بنات جلسة مع البنات. جلسة كانت جميلة وعنا دردشنا كده آخر 5 دقايق واتكلمنا كل واحدة مش حاسة أحسن حاجة الأيام دي عشان نزل الظروف في فلسطين. طبعا احنا يعني مهما نحاول مش هنعرف نبقى مبسوطين، بس هما في مكان أحسن. الأطفال اللي ماتت تفجروا، دول شهداء، دول ملايكة في السماء دلوقتي. يعني الوضع فعلا مغزي جدا، بس حلو ان احنا انا والبنات اتكلمنا وطلعنا مشاعرنا، كل واحدة اتكلمت هي حاسة بايه. فكانت جلسة شوية فيها فضفضة حلوة في الاخر بعد المديتيشن. في بنات عيطت في وقت المديتيشن شوية، بس دلوقتي معاد تدريبي انا ادرب نفسي على اليوجا. ده كوكونات ووتر، انا بحبه جدا، بس هو الاحسن ان انتوا تشربوا من الكوكونات دايركت. يعني هقوم اتدرب يوجا كده يعني اللي اقدر اعمله. فانا متعوده اعمل على الاقل ساعه كل يوم، ممكن توصل لساعتين. فهشجع نفسي واقول ان انا بس على الاقل هعمل 20 دقيقه. المفروض ان انا كمان هشتغل ابر، فمعايا ريزيستنت باندز. و تعالوا كنا نشيك على كده في ترابل بنحطه ونحط الباس ونعمل كمان حاجة يا جماعة، لما بنلعب رياضة ونحس ان احنا يعني بندي اقصى حاجة للتمرين، ده بيطلع كل الطاقة السلبية اللي جوانا. keep hydrated، اشربوا مية، قوموا دلوقتي. خلصت يوجا يا جماعة ودربت البنات ودربت نفسي. عملت اكتر مما اتوقع، بس اخدت وقت اكتر من المعتاد. يعني الساعة دلوقتي داخلة على 11 ولسه فاضلي كم حاجة كده المفروض اخلصها على التاسكات بتاعتي. بس اتس اوكي ان احنا نحس ان احنا مش احسن حاجة الايام دي. اعتقد ان الصوت هنا مضايقكم، فهقفل النافوره ونرجع لكم. ف اتس اوكي ان احنا نحس ان احنا مش باحسن حاله في اوقات باسباب حوالينا او اسباب حتى جوه حياتنا. تقولي لنفسك اتس اوكي. في كلمه كده بالفرنساوي دايما بحبها، ليستون بيس، سيبي اللي يقع يقع. في اوقات احنا محتاجين نسيب زمام الامور تقع عشان تاخدي طاقتك، تاخدي نفس، تشحني نفسك تاني عشان ترجعي بالقوه. حاجه ان كنت بفكر فيها ازاي اساعد اكتر ان انا اكون انسان كويس، انسان كويس لاصحابي، انسان كويس لجيراني، انسان كويس للناس اللي حواليا في اي مكان في العالم. يعني انا مش موجوده في بلدي، بس دايما بحاول اظهر صوره بلدي بشكل حلو. دايما بحاول اكون good example ليا
والوطني والمعارفي والقرايبي والجوزي والاصحابي، مش بتكلف ومش بشكل فيك. لان انت لو بتعملي الحاجه بشكل فيك هتوصل ان انت انسانه مزيفه. اعملي الحاجه من قلبك للغير. لو هتكوني انسانه كويسه كوني انسانه كويسه ليكي وللغير. دايما حطي النيه الصالحه في كل حاجه، ودايما قبل ما تعملي كل حاجه حطي النيه الكويسه الطيبه. حضريها، حضري النيه قبل ما تعملي اي حاجه، هتلاقيها بتتحقق بالشكل الحلو اللي انت دايما بتتخيلي. لما فكرت ايه اللي انا اقدر اعمله ان انا اكون انسانه كويسه، فحابه ان انا كمان اعلمكم يوجا. عشان كده عملت يوجا للسلام يوم السبت الساعه 6 بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مصر، عشان احاول ان انا حسيت التوقيت ده يناسب ناس كتير. تقدري تنضمي، ابعتي لي رساله على الانستجرام، الجلسه فور فري، انضموا السبت ده. المفروض الفيديو ده ينزل الجمعه، فالحقوا ابعتوا لي حالا بالا لان في فرق توقيت. ابعت لكم لينك الزوم تنضموا للجلسه، واعلمكم ايه هي وضعيات اليوجا وازاي اليوجا بتخلينا ناس يعني بيسفول، ناس بتسعى ورا السلام، ان احنا نكون بني ادمين كويسين في حد ذاتنا لينا واللي حوالينا. دي حاجه حلوه كلها تعتبر مساعده للوطن العربي وللعالم كله، ان انت تكوني انسانه كويسه لنفسك وللاخرون. دي حاجه حلوه، ده السعي وراء حاجه نوبل، حاجه يعني اصيله ان احنا نتطلع ان احنا نحققها. وفي النهايه حابه اقول ما تنسيش تحبي نفسك، ما تنسيش تبقي رحيمه مع نفسك. كل يعني احنا مش نقدر نعمل اي حاجه سواء واحنا حاسين ان احنا تعبانين نفسيا او حاسين بالطاقه السلبيه. كل اللي عليك ان انت تاخدي بالك من نفسك وتحبي نفسك وتكوني البيست فيرجن اوف يو. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجه، وان انا اديت لكم شويه انسبيريشن وحسستكم شويه بالريليف، او ان انا حابه كمان اساعدكم بجلسه اليوجا الفري اللي انا عملتها الاسبوعيه. فاتمنى فيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم وحسيتوا شويه بطاقه ايجابيه على الاقل. ما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم عشان ده بيدعمني، وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات، وتابعوني على الانستجرام وابعتوا لي رساله على الانستجرام دلوقتي حالا بالا عشان تشتركوا في سيشن الاونلاين يوم السبت. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.